جدد الشيخ بهاء رفيق الحريري تأكيده بأن مشروعه وطني بالدرجة الأولى، وهو يهدف إلى انتشال لبنان وشعبه من الانقسام نتيجة السياسات المتبعة خلال السنوات الماضية، معتبرا أن التعصب لا يبني دولة، وشدد على استعداده لمد يده لكل ما فيه مصلحة للبلد للتعاون على مشروعه المستند إلى استكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عبر العودة إلى اتفاق الطائف. كلام الحريري جاء خلال استقباله وفودا من الشخصيات والفاعليات والأهالي من منطقة إقليم الخروب. الوفود بدورها دعت الشيخ بهاء لقيادة الطائفة السنية إلى بر الأمان ورفع الظلم والتهميش عنها، عارضة عليه مطالب واحتياجات المنطقة. كانت جلسة كتير حلوة واستفدت منها كتير، ومن هيدا المنطلق وحسيت أنه كتير في مثل أورا كتير فرندلي مع الشيخ بهاء، ومن هيدا المنطلق أنا قمت وعرضت عليه المشروع اللي كان أساساً لبيه 96. كانت جلسة كتير إيجابية، عطانا أنه أمل بلبنان جديد. يعني هو مثل كأنه رفيق حريري التاني، عم بيعطي فكرة أنه هو بين جيلان، الجيل القديم اللي معلق بأشياء هو يعني بعتبرها أسس لإله، والجيل اللي هو نحن اللي عم نحاول نتقدم لقدام. طبعا كتير حلو، بشرط إنه هل عم يقولوا يتحقق، مش إنه نعيش بأوهام بأحلام. دمروا أولادنا، نحن شوي بس أولادنا تدمرت. هلا اللي ركز عليه الشيخ بهاء في بالمعنى السياسي هو العودة إلى مسار اتفاق الطائف اللي بيشوف فيه مخرج أساسي من الوضع اللي نحن فيه. وأكيد اتفاق الطائف هو الاتفاق اللي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، وكان المعبر للدولة على مدى 20 عام لحين استشهاد الرئيس رفيق حريري صراحة يعني. فمن أجل إعادة هذا التوازن ومن أجل إعادة المسار الدولة الصحيح بما هي دولة، طرح تعول الشيخ بهاء طرح أساسي ومهم برأيي وعلمي بنفس الوقت. هيدي أول مرة منشوف زعيم عم يجي بيقعد مع الناس عم يحكيهم وجها لوجه وعم يسمع مشاكلهم وعم يسمع أوجاعهم. وأكيد الكلام اللي حكاه الشيخ بهاء اليوم جدا مطمئن، وعم بيبشرنا بمرحلة جديدة، يعني قد تكون هي الخطوة الأولى بمسيرة أو بالمسار اللي حسب ما هو مسميه مشروعه، هي خطوة الأولى من النجاح لحتى ينتقل البلد نقلة نوعية من الفوضى الى يعني الارتكاز، من عدم الامن الى الامان، وان شاء الله يعني حتكون الايام الجايه افضل. الحريري ابدى حرصه على النموذج اللبناني المتميز بتنوعه السياسي والديني والثقافي، مجددا رفضه سياسه الاقصاء والتهميش بكل اشكالها، ودعا الى تحكيم العقل على قاعده التعاون والتكامل لتحقيق المصالح العليا للشعب اللبناني.